أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن دي اخرتها يا كامل، من امير لجرد منبوذ، حتى الجرد له متوى. هتفضل تنام تحت الكباري لحد ميته. اللي خانوك ورموك الرميه دي نايمين دلوقتي على الحرير، كل واحد منهم في عبء مرضه. اضرب ضربتك ويا صابت يا اتنين عور، هي رميه جمار، يمكن تطلع منها أقوى مما دخلت، ويمكن ترميك في سابع أرض فترتاح وتريح في السجون. الكلام الكثير ما منوش فايدة. عمال يتصل بيكي، يظهر مش قادر على بعادك. طب كنت استني لحد ما نتطلق الاول، وبعدها تتصر معها على مزاجي. مفيش على التليفون غير حازم. يطلع من حازم ده متجوز جديد؟ انت بتقول ايه؟ اوعى. بقول لك خير في طبعك، طول عمري خاينة، انت بنت حاونة. انت مين يا بنت المحروقة؟ انطقي. وايه الشبه اللي بينك وبين خديجة دي؟ انطقي والا هفرق ده في راسك. زي ما سمعت، انا تريز. تريز اللي بكره في عليها قضيه وعايز يوديها في 60 داهيه. تريز اخت خديجة. اختها كيف وانتي نصرانيه؟ مش عايزه تقولي؟ يبقى حكمتي على نفسك بالموت انت وخديجة اختك يا اخت تريز.